براءة بإذن الله. على الله يخرب بيتك، اتأخرتك ليه؟ أنا دخلت يا أستاذ والله عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش. نهار أسود على الليلة السوداء. أنت وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دوخت، انا جايب حتى رحت اجلت روبا اهو عشان اي حد يطلع. بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جيت بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس. انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المدين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. ايه المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه، يعني هو في الكابينيه وجاي براءة بإذن الله إن شاء الله. براءة. أبوس إيدك، شوف شكله عامل إزاي. ده مش بعيد يحطنا إحنا الاتنين في مشترك ويغتصبنا دفعة واحدة. افندي بقول لك يا متر، ما تقوم تترفع أنت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضية. أيوة حاضر، ما أنا عارف. ندعو على القضية. والمصحف سمعت. خشت العظم. والنبي سمعت. إما قمت تترافع. يخرب بيت الدفاع. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات السادة المستغربين. أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف. ابويا اجري يا اشرف. خلصتوا يا عيال الاكسرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي فور اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي ورايا. طبيعي عدسي برضو بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ ادخ انا جابت بس بقى خلاص بقى، ما تنزلناهاش قوي كده بقى. مش احنا صلحنا في الموبايل، قعدت اكلمك ازيد من 15 ثانيه. خلاص مش زعلان. مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان. يا بنت والله شكلك لسه زعلان. خلاص يا راجل مش زعلان. يا بنت والله شكلك زعلانه. مش زعلانه يا بنت. يوه يا مش زعلانه. عامله ايه؟ كويس. لا يعني انت عامله اكل ايه؟ عدس. عدس؟ اه والله العظيم عدس. صدقني كانت نفسي رايحه له. احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس، ده احنا لسه واكلينه من ساعتين. ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى ندخلوا الناس بقى. اللي هياكل كل حاجه فيكم هتيجي وصف. انت بتدرس الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي. ده في واحد بتلات ودان قاعد. ده انا والشيف ورو. شكلهم حلو فعلا، شكلهم حلو. ربنا كان هو كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره. يا رب يا لمبي، نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا. يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء، من رحمه ربنا وده من شيء. خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد. وليد يا لمبي اسمه توليد. يا ست نسا وتوليد، التوليد والنور اي حاجه. انا حاسس ان المره دي في امل كده. يا رب. ابو عمر يا رب. سبحان الله. خير يا دكتور؟
الحقيقة بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده أقدر أقول إن موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص. ليه يعني؟ ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزة واحد ميت ولا إيه؟ لا خالص، العيب مش فيك. أمال فيه؟ ولا العيب فيك؟ أمال العيب فيك؟ الحقيقة أنت سليم وهي سليمة، بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف، وانت اذا اتجوزت واحدة تانية تخلف، انما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لان ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض؟ ده رأي الطب. نو هو مفيش امل. انت الله انك اذا كان الرجل ده اساسا مخلف دبدوب. على فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني، بلا عياد بلا عرف. بص ان العيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول، وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها. تباتة انا نفسي اخلف يا لبني، نفسي في عيل، عايزة عيل. وانا عايز تكييف، وانا كمان عايز عيل. نوجة يا بنت عبيطة، احنا لسه دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8، ها؟ يبقى 15 سنة، لأن فضلنا 10 ونبقى تبيضة مع بعض. نحمد ربنا إنه في ناس بتقعد بال30 و40 سنة والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. أنا مش عارف ليه. إيه؟ خلاص بقى. واقف بقى. أنت حتى التنكة من أولها ما تشربي بقى على طول. أنت مش شايفة. البسي طيب، البسي. هات. ده حمص الشام. ها؟ كنجت؟ ايه؟ فينك يا عم ألف بروسلي؟ ألف 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 مبروك يا ريس. ايه؟ كرني المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ، احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل، ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 لا، اللي ترافع ده يطلع في الأزمات. يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه، في كمين، كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده، مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه، الصوره برضك فيها صورتك. وريني وشك كده. ده الوش اللي بتجيب بيه الخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده، حاجه محترمه، فيها احترام. ايوه، فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صوره رئيس عصابه. يا حيوان انت بتتريق. لا مهابه. ايه مهابه؟ ايه حاج؟ ايه حاج انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاج. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي، المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه، اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لا، لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى. هنا يا استاذ، ما تقف كده قدام الارض وتترافع، ما تخافش وما تهبش من حد، وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك، انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف، بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو، على اساس ان راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع مني. عين عليك يا ولدي، قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قولي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقوله. اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله؟
زيرو زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. احنا ما اتفقناش على كده يا عم. انت كنت تعمل لي مفاجاه هنا ولا ايه؟ ابوس يدك، ابوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقت ازاي؟ يا رب سكينة. شال ضرب في السكينة في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شرن لبقه؟ يعني ايه شرن لبقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه؟ عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ انك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس، ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة، كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئه المحكمه الموقره ان بسؤال على مقربه من المناصره؟ تعال ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. في حاجه عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقه انا مش محامي. نعم يا اخويا. لا مش قصدي، مش قصدي سعادتك، انا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول ما رفعت ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تأجيل؟ اه خلاص يا اخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها، هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجة؟ اما طعن في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت سياده المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط. يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه هو طالع بمنظورين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت افهمي، واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقه. اه سياده القاضي هو اللي بيبقى قاعد في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجأة الكبيرة بقى؟ قول. اقول لك على المفاجأة الكبيرة.
لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. أول مصحة و5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. طب بص بقى يا حبيبي. أنا عارف أنا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس وتروح تعمل اللي هي مش عارف كده. عشان خاطر أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. لحظة واحدة استنى والنبي هات النضارة دي ما تبوظيش اللحظة السعيدة. طب بقى أنا كده مش هشوف يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. نفسي بقى نروح بلبس عليها القيمة بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. سكر غالي وين حله بإيه؟ سكر غالي وين حله بإيه؟ أمي بنت عروكة بس سكر غالي وين حله؟